قبل نحو اتصالات، أخونا سعيد من ألمانيا سأل يقول هل يجوز أو هل يقال مثلا يستحب ترك سنة معينة لعدم رضا الوالدين عنها؟ يعني إذا تعارض رضا الوالدين مع تطبيق سنة، أيهما يقدم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمين، وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. لا شك أن طاعة الوالدين بالمعروف واجبة، بل من أوجب الواجبات، فإذا تعارضت طاعة الوالدين مع أمر مسنون مستحب ليس بواجب فإن الواجب طاعة الوالدين. لا يجوز الإنسان أن يشتغل بمسنون على حساب واجب، بل لو تعارض واجبان فينظر أيهما أوجب وآكد إذا لم يمكن الجمع بينهما. جميل. فمثلا لو قدر أن الإنسان رغب في الجهاد في سبيل الله وتحت راية بيضاء ناصعة يقوم بها ولي الأمر الشرعي، ولكن الجهاد لم يتعين عليه وإنما هو مستحب في حقه، ورفض والداه وأحدهما أن يجاهد، الواجب عليه طاعة والديه ويترك هذا الأمر البين الأهمية والشرعية، لكنه في حقه مستحب لم يكن فرض عين. لكن إذا كان فرض عين كأن يعني ينص عليه الإمام ويستنفره بعينه، أو يكون يعني طلب النفير العام من كل القادرين، أو أن يكون دخل بين الصفين، في هذه الحال لا يجوز له أن يترك هذا المفروض فرض عين. أي صار فرض عين عليه وهو آكد من طاعة الوالدين في مثل هذه الحال، فهي موازنة عند التعارض بين واجبين. لكن إذا كان سنة كما أشار الأخ هو قد يكون فيه الجهاد، والجهاد أيضا تحت راية ولي الأمر الشرعي وهي راية بيضاء ناصعة يراد بها على كلمة الله، ولكن أحد الوالدين أو كلاهما رفض أن يأذن له بالجهاد، لا يجوز له أن يجاهد، بل يجاهد بوالديه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء وقال يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، قال أحي والداك، أو في رواية أمن والديك أحد حي، قال نعم بل كلاهما وقد تركتهما يبكيان، يعني كان يرفضان أن يذهب للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل يا أخي، والجهاد معه، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما ففيهما فجاهد، ففيهما فجعل بر الوالدين نوعا من الجهاد وقدمه على جهاد المعركة والقتال في سبيل الله. وفي بعض الروايات قال واضحكهما كما أبكيتهما والزم رجليهما فإن الجنة تحت أقدام الأبوين. الله أكبر يا أخي، والزم رجليهما فإن الجنة تحت أقدام الأبوين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه، يعني أضعه بعقوقهما والعياذ بالله ومعصيتهما، أو احفظه بطاعتهما في المعروف. حمد من عمر.